can we كيف يمكن أن تصف التعاون بين روسيا ومصر؟ أنا أستطيع أن أصف بشكل عام وأقيم العلاقات بين مصر وروسيا كعلاقات على أعلى مستوى لدينا نحن كروسيا والاتحاد السوفيتي، وبالطبع روسيا وريث له تاريخ ممتد من التعاون الوثيق مع مصر في كل المجالات التي ذكرتها سابقا، في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية والعسكرية وأيضا الطاقة النووية والطاقة بشكل عام. فإننا يجمعنا سويا أواصر الصداقة القديمة بما في ذلك في المجال العسكري. Thank you so much for your time. Thank you so much. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.